الخير، مساء ازيك النور، اهلا حضرتك؟ وسهلا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ممكن اسال سؤال فيه؟ اتفضلي. انا لو انا في حد يعني عملت معاه كويس في حاجات كتيره، هم اخوات جوزي وانا قطعتهم، ايه الاسم اللي يبقى عليا؟ قطعتيهم بسبب ايه؟ ان انا دايما معاهم كويسه وبسال عليهم وبعملهم معامله كويسه جدا، وهم دايما سوء الظن عندهم ان انا وحشه، وكل الحاجات الوحشة فيا أنا والعبارة الوحشة فيا أنا، فأنا قطعتهم عشان إن أنا أبعد عن المشاكل وعن الكلام وعن كل حاجة. قطعتيهم بمعنى ايه؟ يعني هل خدتي جنب وكده وخلاص، ولا أيوه يكلموكي ما أخدت جنب. ترديش او لا لا، هم أصلا يعني أنا دايما كنت بكلمهم بسأل عليهم، هم مش بيسألوا عني إلا إذا أنا اللي اتصلت. دايما الكبرياء عندهم إن هم الأحسن. يعني هم حضرتك في كفة مع بعض وانت لوحدك، صح كده؟ ايوه طب مظبوط. سؤالي بقى المهم، زوج حضرتك موقفه ايه؟ فين هو؟ هو انا ماليش دعوه هو يتعامل معاهم، لا ما انا قلتش كده يا فندم. دايما هو موقفي موقفه انا ايه من سلبي. موقفه ايه من الحوار ده؟ هو يعني اي حد يتكلم عني اي حاجه وحشه ما بياخدليش حقي في حاجه، طب بس خلاص، طيب ماشي ف حاضر. على اساس ان هو برضو مش عايز مشاكل ومش عايز حاجه، فانا اقتصرت من نفسي ان انا قطعت خالص التعامل معاهم. هو حابب بيتعامل معاهم مفيش مشكلة، تمام، لكن أنا بالنسبة ليا أنا اللي قطعتهم. أحسنت. طيب خليني أسأل فضيلة الشيخ، يعني هل هي تأثم على فكرة المقاطعة دي، ولا ده أحسن باب يجيلك طب منه الريح سد أنت واستريح؟ هتتفاجئ برد. أنا بشجعها على المقاطعة. إيه رأيك في الحوار اللي زي ده؟ فيه ناس بيقولوا كده ابعد عن الشر، وغني له. وفي ناس البعد عنهم غنيمة، وفي ناس ربنا من فوق 7 سماوات قال لسيدنا النبي ابعد عنه. انت بتتكلم جد؟ اه، ربنا قال للنبي ابعد عن الفئة دي يا محمد. في ناس البعد عنهم كده احسن. الله، لما تعدي في مكان وحل لم هدومك، فربنا قال لسيدنا النبي واهجرهم، بس في شرط يا سيد هجرا عاد، جميلا. هجرا جميلا، يعني ابعد عنهم بس ما تأذيهمش. فلما قعدت تشرح في قوله تعالى هجرا جميلا، قال لك الهجر هو الهجر الجميل، هو الهجر الذي لا أذى فيه. يعني صباح الخير يا جاري، هي كلمة واهجرهم هجرا جميلا دي موجهة لسيدنا النبي، على ايه على يعني؟ الكفار والمنافقين والجماعة اللي بيؤذوه. أمال إيه؟ اهجرهم، ابعد عنهم يا محمد. هجرا جميلا يعني هجرا وبعدا لا أذى فيه. فالست يعني دي ديت نقدر نطبقها على حياتنا احنا أمال إيه؟ في ايه؟ ما هو دول بص كانوا كفار ومنافقين، انما احنا يا نطبقها فندم، فيه ناس، في الناس. طيب خليك معايا، جميل، سؤال جميل. في ناس القرب منهم أذى، في ناس القرب منهم ضرر، في ناس القرب منهم هم وغم. أنا أبعد عنهم والأعمال بإيه؟ الأعمال بالنيات. طيب ولو الموضوع مش اخوات زوج، لو الموضوع اقارب او اخوات؟ نفس الحوار. لا يعني ده بس اخوات بص يا كده فندم، حضرتك، ده يبقى صلة رحم. ما أنا أقول لحضرتك بقى، يبقى أنا أصل الرحم في حدود. في حدود يعني إيه؟ احفظ نفسي من الاذى ومن الضرر ومن الحقد والمشاكل، لان في ناس يا فندم اخوات لو قربوا من اخوهم او من اختهم بيحصل لهم مشاكل، هم كل ما قرب يحصل مشاكل. بس احنا اه، مأمورين ان احنا ما احنا نتحمل الأذى نصل الرحم ايه بقى يا في فندم؟ صلة بصي، الرحم. نصل الرحم على ترقب، بدون تدخل، بدون بيقولوا ايه، زي بيقولوا بدون تدخل في شؤوننا الداخليه. ايوه يا اختي انت عامله ايه، جوزك حبيبتي عامل ايه، ايوه يا اخويا عامل ايه، عيالك عاملين ايه. اقف معاه في المناسبات السعيده والحزينه، اقف في ظهره، بس ما يبقاش فيه الايه، الامور اللي تؤدي الى مشاكل، لكن لا ندعو الى القطع التام. تمام يا فندم. وبعدين في نقطه للست ديت، جوزها فين؟ هي قالت حته خطيره جدا، وده انا بزعل من الرجاله اللي كده قوي قوي قوي، ان بتقول هم بيقولوا في حقي كلام، جوزي ما بيردش عني ليه؟ خد بالك، هم لما قللوا من مراتك قللوا منك انت قبليها، قيمتك من قيمتها ومقامك من مقامها. فاتقي الله فيها، زي ما بتدي اخواتك ووالدتك ووالدك حقهم، ادي الفقيره الطيبه اللي معاك المسكينه بنت الناس دي برضه حقها، من باب فاعطي كل ذي حق